يبدو أنه عمرو دياب عم بيحضر لألبوم جديد وقوي، وكالعادة رح يكون معه أسماء جديدة من الشباب الموهوبين بالشعر والتلحين، وشفناه مؤخراً بصورة مع الموزع الموسيقي نادر حمدي واللي رح يرجع يتعاون معاه بعد غياب 14 سنة، فهو اللي وزع له سنة 2004 ألبوم ليلي نهاري، وكلنا نتذكر كيف كان هذا الألبوم جداً ناجح فعلاً ولا. وبالألبوم الجديد كمان رح يرجع يتعاون مع طارق مدكور، وتتذكروا نجاحاتهم مع بعض بالتسعينات، أحلى الأغاني كنا نسمعها، تملي معاك، أنا أكثر واحد بيحبك، وكمان بال2005 كان آخر تعاون بينهم بألبوم كمل كلامك. بهالصورة شفنا معه الشاعر أيمن بهجت قمر، هن وعم بيحضروا للألبوم الجديد بالاستوديو، وعمرو دياب آخر فترة عم بيكون كتير مشغول ولحفلات، ولكل الفانز يلي حابين يشوفوا عمرو دياب رح يكون موجود بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.